السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو نقوم بطريقة تحويل الايفون والايباد الى بي سي او لابتوب في التعامل مع المنصة. نضغط على الاعدادات الخاصة الموجودة بالايفون، ثم نذهب الى سفاري، تطبيق سفاري، ثم نقوم بتعديل اعدادات سفاري. نذهب الى الخصوصية والامن، نقوم بمنع التتبع أثناء التصفح، نقوم بإغلاقها. منع التتبع أثناء تصفح المواقع، نقوم بإغلاقها. ثم بعد ذلك نذهب لتشغيل برنامج سفاري. بعد تشغيل برنامج سفاري نقوم بالذهاب إلى موقع office.com لتشغيل برنامج التيمز من خلال السفاري وليس من خلال واجهة التطبيق. نضغط إلى office.com ثم نذهب إلى موقع الأوفيس، ثم نقوم بتسجيل حساب الطالب، ثم نقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب، ثم نضغط تسجيل الدخول. سيقوم بالدخول على حساب الطالب في مايكروسوفت، وبه برامج الأوفيس جميعا يمكن استخدامها كالوورد والإكسل والباوربوينت يمكن التعامل معها. نذهب إلى تطبيق تيمز، موجود كل البرامج هي موجودة، تمام. نقوم بالذهاب إلى تيمز، هذه النقطة مهمة جدا. نضغط على A، نضغط على A، حرف الA الموجود بالأعلى، ثم نختار طلب نسخة موقع ويب للكمبيوتر. هذه النقطة مهمة جدا، طلب نسخة ويب. سيقوم بتحميل نسخة الويب الخاصة بالتيمز، ويصبح جهاز الايفون والايباد كأنه جهاز كمبيوتر او لابتوب، ويتم التغلب على اغلب المشاكل اللي بتكون في برنامج جهاز الايباد. في طريقة ثانية، نفس الطريقة، لو استخدمنا الايباد العام الى عام، ثم بعد ذلك نذهب الى سفاري. هذه الطريقة تستخدم في الايباد، ومن سفاري نقوم بالذهاب الى الخصوصية والامن، نقوم ايضا بمنع التتبع اثناء تصفح المواقع، نغلقها، ثم نذهب الى موقع المايكروسوفت اوفيس اللي هو office.com نفس الطريقة، ثم نضغط على حرف الـ A، تمام، ونختار نسخة من موقع ويب، ثم بعد ذلك نذهب إلى تطبيق تيمز، نفس الفكرة، نفس الطريقة، نفس الخطوات، ويصبح الآن تيمز جاهز للاستخدام كأنه لابتوب. شكرا، جزاكم الله خيرا.